نحق برك على هذا وزارة السير بي يعطيه الصحة عم أحمد. عم أحمد داير السير بي الكنز تاعها ماشي الشركة اللي جات هضرك. الكنز تاع السير بي هو الماضي تاع الفريق هذا. هو التاريخ تاعو الرجال اللي خلى الشركة الرجال اللي أسوه واللاعبين اللي داروا السمعة. صح. نعطيك رأيي الخاص. أحسن فريق انجبته الكرة الجزائرية من استقلال هنا وفريق شباب بالكور. نهضرك على الستينات. سنوات الستينات سبعينات. من 64 حتى 3 حتى 91. وأحسن لاعب وحسن الله المصيزي. أحسن فريق بالأداء تاعو باللاعبين تاعو. هذا فريق ممكن هذا نادي ممكن يسقط عام عاود يولي. هذا سي ان كرون كلوب وماشي انا اللي قلتها. قالوها تاريخ. قالوها الناس جانب في دون دي ماغازين سبيسياليزي في 73 محمد ونتم عليك في 73 جريده مختصه فرنسيه درت لي 100 ميور كلوب دو سيكل 73 عام قبل كاس العالم في المانيا. نعم خيروا 100 فريق في العالم شباب بلوزداد داروه في هذيك لا سيليكسيون ولو ريداكتور اون شاف ديريكتور تاع لا بيبليكاسيون دار ان ايديتو تاعو قال لي راهم القراء اللي عندهم هذه النسخه بين يديهم كي يقراو الاوروبيين قراء اوروبي كي يقرا على يشوف فريق من البرازيل من الشيلي كولو كولو يقول هادو واش جاو يديروا هنا مع ريال مدريد ومع لي كرون زيكيب اوروبيان وبعد يعاود يقلب يقول هذاك القارئ ان الجريده كانت تسوق في لافريك في لاميريك دو سود يقول هذاك الشخص تاع لاميريك دو سود كي يقرا يشوف يقول واش هو يدير هذا الفريق هذا الاوروبي مع لي كرون كلوب تاعنا سود امريكا سونتوس وما يشبه بعد يكمل يقول الاوروبي والامريكي الجنوبي هذوك كي يشوفوا هذه النسخه يشوفوا فريق من افريقيا فريق جزائري يقول واش هو يدير هذا مع لا سيليكسيون مع ريال مدريد مع اندرليخت مع الفرق الكبيره هذاك ويجاوب هو يقول هذا الفريق ممكن خدم سمعة كرة القدم العالمية أكثر من هذه النوادي الأوروبية والنوادي تاع لاميريك لاتين سير بي أ توجور إيتي أن كرون كلوب إيتي فورمي بار دي زوم دي ديريجون تاع الصح دي ديريجون تاع الصح ويلايو دي جوار سي أن كارتي ريفوليسيونير كوم براتيكمون توت لي فيل دالجيري سي أن كارتي في ألجي ريفوليسيونير وكتب من أفضل صفحة كرة القدم في هذا القرن الأخير.